الرسائل السرية بين رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية. من التقاليد المتبعة في يوم تنصيب رئيس الولايات المتحدة أن يكتب الرئيس الذي يترك منصبه لمن يخلفه رسالة تقدم المشورة وأطيب التمنيات، وعادة ما يضعها على طاولة المكتب البيضاوي ليجدها الرئيس الجديد عند دخوله أول مرة. بعض رسائل الرؤساء: بيل كلينتون لجورج بوش الابن: عزيزي جورج، أنت تقود شعبا فخورا ومحترما وصالحا، ومن هذا اليوم أنت رئيسا لنا جميعا، أحييك وأتمنى لك التوفيق والسعادة. الأعباء التي تتحملها الآن كبيرة، ولكن غالبا ما تكون مبالغا فيها. إن فرحة إنجاز ما تعتقد إنه صواب لا يمكن وصفها. دعواتي لك ولعائلتك بالتوفيق. جورج بوش الابن لباراك أوباما: تهاني على توليك منصبك كرئيس لنا، لقد بدأت لتو فصلا رائعا في حياتك. وأضاف بوش الابن لأوباما: سيغضبك النقاد وسيحبطك أصدقاؤك، ولكن بغض النظر عما سيأتي سيلهمك الأشخاص الذين تقودهم الآن. باراك أوباما لدونالد ترامب جاء فيها: عزيزي السيد الرئيس، لقد وضع الملايين أملهم فيك وفينا جميعا، وبغض النظر عن الحزب أتمنى زيادة الرخاء والأمن خلال فترة ولايتك. هذه الوظيفة فريدة من نوعها من دون مخطط واضح للنجاح، لذلك لا أعرف إن كانت أي نصيحة مني ستفيدك. نحن مجرد موظفين مؤقتين في هذا المكتب، هذا يجعلنا أوصياء على المؤسسات والتقاليد الديمقراطية، مثل سيادة القانون وفصل السلطات والحماية المتساوية والحرية المدنية التي حارب أسلافنا وضحوا بدمائهم من أجلها. نتمنى أنا وميشيل لك ولميلانيا التوفيق، وأنتما تشرعان في هذه المغامرة الرائعة، وكن على علم بأننا على استعداد للمساعدة بأي طريقة ممكنة. يا ترى ماذا كانت رسالة ترامب السرية لبايدن؟